هل تتوقع تغييرات في القائمة؟ هل تتوقع عناصر جديدة في قائمة منتخب مصر لمواجهة السنغال؟ أشك. تشك؟ أشك إن مستر كروش والجهاز الفني هيدخل عناصر جديدة. برضه خلي بالك مفيش تجمعات دلوقتي، مفيش مباراة ودية، فهو النهارده يعتمد على عناصر اللي كانت موجودة. بس أنت مثلا لما محمد هاني تألق في كأس العالم للأندية مش محتاج باك رايت ممكن عشان تدخل عشان هاني. المكان ده أكرم توفيق مثلا. عمر كمال عبد الواحد دلوقتي اصبح ظهير. صحيح. النهارده محمد هاني بيتالق. صحيح. بيتالق مع النادي الاهلي، بيتالق في حاجات كتير جدا في النواحي الهجوميه والناحيه الدفاعيه، يعني بدليل انه سجل هدف رائع في كاس العالم الانديه. فاتمنى كده، بقول لك اتمنى، يعني اتمنى محمد هاني ان شاء الله الفتره القادمه ينضم لمنتخب مصر. ودي بتبقى حاجه كويسه ان يبقى النهارده عندك ظهير ايمن. النهارده برده في المباراه الاولى عايز واحد النهارده عنده رؤيه هجوميه كويسه جدا. صحيح. لان المباراه الاولى برضو يهمك النهارده الجناب تشتغل كويس قوي، عندك واحد اوفراته كويس قوي، عنده واحد فكر كويس قوي يقدر يخش على الحاجات الصغيره في ال 18 1 2. محمد هاني بيمتلك المقومات دي، بيمتلك الحاجات دي. صحيح. صراحه يعني.